عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أشواطنا متواصلة مشاهدين الكرام، وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. هذا الشوط الخاص للأخوان الضيوف السودانيين، متمني لهم التوفيق والسداد والنجاح. نسير مع اللي قاد المسيرة منذ بداية الشوط، المتحد لحاج يوسف، من قدم المتحد إلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني لم يدوم في كشف الأسماء، العلي السندي اللي هو شاهين. المركز الثالث في هذه اللحظات الوصول من شمعدان لمحمد العقب، وفي المركز الرابع شاهين عز الدين، وفي المركز الخامس شاهين لأبو بكر البشير. هكذا الندى، هكذا المسار. نعود إلى المقدمة هذا الشوط المميز مع شمعدان محمد العقب قائد المسيرة بشمعدان. شمعدان قائد للمسيرة، هو بن فراد الثاني لعلي السندي اللي هو شاهين، لكن شمعدان منفرد بالمركز الأول، يقود المسيرة قيادة مميزة وبدون أي تعليمات حتى هذه. في أوامر، ولكن الغدوم من شاهين. لا 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 لا، أيضا لعلي السندي رافع راية الخطورة، وأمتار معدودة. شوفوا اللي جاي، شاهين أبو بكر البشير يفاجئنا في اللحظات الأخيرة بشاهين، غادما بشاهين. ولكن بدينا بالاغتراب من النهاية. شمعدان محمد العقب يحقق الفوز والانتصار، تهانينا له. الناموس الثاني لأبو بكر البشير، الثالث لعلي السندي. التوقيت 2:18 ثانية. تهانينا والناموس.